كان خبرنا في نفس السياق اللي بنتكلم فيه، الأدوية الصينية قنبلة موقوتة تهدد 12 مليونا بالموت. البداية بالحبة الصفراء ثم أدوية الكبد والسرطان والقلب والمنشطات، و80% منها مهرب وبلا رقابة، و99% بلا مادة فعالة. لم تكتفي الصين بتصدير سلعها ومنتجاتها المختلفة من الإبرة إلى الصاروخ كما يقولون إلى كل بيت مصري، بل امتد نشاطها التصديري إلى المجال الطبي والأدوية، وهناك ما لا يقل عن 12 مليون و218 ألف مريض مهددين بالموت جراء استخدامهم الدواء الصيني، خاصة مرضى السرطان الذي يصيب 200 ألف حالة سنوية. فضلا عن أدوية الكبد التي تعالج 18 ألف مصري وأدوية فيروس سي التي تعالج 12 مليون مصري، حيث تقوم شركات الأدوية الصينية بتقليد الأدوية مرتفعة الثمن وتباعها بأسعار الأدوية الأصلية رغم أنها مضروبة. فهناك بعض الأدوية الخاصة بمرض السرطان يصل سعرها إلى 40 ألف جنيه للعلبة الواحدة، والتي يتم تقليدها وبيعها للصيدلي بسعر 2000 أو 3000 جنيه ليقوم ببيعها بنفس سعر الدواء الأصلي. يمكن الموضوع ده فيه كلام كتير. دي كارثة من الكوارث اللي حلت علينا، ان اللي ربنا ابتلاه بمرض معين وهو بياخد الأدوية علشان يتعالج ويخف منها، بدأت الصين ودول تانية كتير بتقلد الأدوية دي. يعني بالبلدي كده دي أدوية مضروبة، هو بيشوف العلبة الأصلي بتاعتها، ده دواء غالي، وغالبا بتبقى الحاجات دي الحاجات الغالية. طيب معانا اتصال، نستقبل اتصال ونستكمل حديثنا. دكتور محمود قصد، امين عام مساعد نقابه الاطباء بالاليوبيه، اتفضل دكتور محمود مع حضرتك. الو السلام عليكم، وتصحيح نقابه صلة المنوفيه. اهلا وسهلا دكتور المنوفيه. اهلا وسهلا دكتور، اسفين يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور عبد العزيز، كنا عايزين نعرف راي حضرتك ايه في الادويه الصينيه والادويه المغشوشه والمضروبه اللي بقت بتتباع على الرصيفه دلوقتي. هو بالنسبه لموضوع انتشار الادويه الغير مرخصه اللي يعني يعتبر انتشرت على مستوى كبير، ويعتبر معظمها من الادويه الصينيه. الادويه الصينيه هو مصطلح اطلق على الادويه المهربه. تمام. طبعا موقف النقابه وموقف وزاره الصحه من الادويه المهربه هو موقف تصدي لمثل يعني لهذه الظاهره. فين الدور الرقابي يا دكتور؟ فين الدور الرقابي علشان احنا نحد من تناول الادويه دي؟ فين الدور الرقابي بتاع النقابه؟ مين المنوط بيه ان هو بيراقب الناس دي وان هو بيمسك الحاجات دي؟ هل النقابه ولا في اكتر من جهه رقابيه؟ اولا انتشار بعض الادويه المهربه ده بيتم من خلال الاشخاص اللي يعني يعتبر ضميرهم من عدم، ويعتبر ان هو عايز يتربح بطريقه غير مشروعه، ويتربح بطريقه زي اي وسيله غير مشروعه ممكن ان هي تتم تجاريا او يتم زيه زي تاجر المخدرات. فعلا بالظبط، ما يقلش على فكره ما يقلش خطوره عن تجاره المخدرات، لان ده بيدمر صحه المواطن المصري او المريض المصري بطريقه المريض المصري ممكن يجهلها، لان طبعا الادويه ديت ما بيبقاش عليها ما بتبقاش اصلا واخده التراخيص اللازمه اللي المفروض ان هي اوريدي بتحفظ صحه المريض من الاثار الجانبيه، من بتعرف المريض طبعا بالكونتنت او بالمحتوى العلمي للماده نفسها. طب الدور هنا الرقابي بيجي من جهتين اثنين، من وزاره الصحه ومن نقابه الصيادله. تمام. وزاره الصحه متمثله في اداره التفتيش الصيدلي، لان طبعا حضرتك عارف ان في حملات تفتيش بتنزل، حملات تفتيش صيدلي بتنزل لضبط السوق او ضبط الادويه اللي متواجده في السوق. ده حقيقي. نعم؟ ده حقيقي، مظبوط، كلام حضرتك مظبوط. تمام، لان طبعا موضوع الادويه المهربه يعتبر بيمثل سرطان في المجتمع او يمثل خطوره كبيره جدا في المجتمع المصري، لان الادويه ديت بتبقى مجهوله المصدر. دي حاجه. الحاجه الثانيه بيبقى في معظم الادويه ديت بيبقى لم تتم او لم تستكمل التجارب الكافيه حتى يتم التداوي بيها بالنسبه للمواطن. هو ما حدش عارف هو ايه اللي فيها يا دكتور، واذا كان فيها اصلا ماده فعاله ولا ما فيهاش، لكن خلينا ننتقل. ده الخطوره كمان في حاجه يا دكتورنا، الخطوره دلوقتي بالنسبه للادويه المهربه او الادويه اللي هي الغير مرخصه من وزاره الصحه
الخطوره فيها تكمن في ان بعض ممكن يكون فيها داخل في تركيبها بعض المواد المسرطنه الغير معلومه المصدر او غير معروفه، فبالتالي الحاجه دي بتضر، يعني تضر بصحه المريض المصري. احنا بندمر شعب كامل. طبعا طبعا بندمر شعب كامل. اللي بيساعد فعلا على انتشار الظاهره ديت ممكن نقول، معلش يعني احترامنا للزملاء الاطباء زمايلنا في المجال، بعض الاطباء بيستسهل ان هو اقتناء بعض الادويه عنده في عياداته. ودي ظاهره احنا كنقابه صيادله بالتعاون مع العلاج الحر بنحاول ان احنا نسيطر على الظاهره ديت في حملات تفتيش على العيادات، لان الصيدليات تعتبر الظاهره دي فيها مقننه او غير متواجده نهائي، لان الصيدليات بيمر عليها تفتيش دوري من اداره التفتيش الصيدلي من خلال برضه تعتبر مراقبه او تعاون مع نقابه الصيادله. انما بالنسبه للعيادات الطبيب، في بعض الاطباء بتعتبر ان ده مسلك تجاري، ان هو بيزود منه او بيزود بيه ربحيته، ان هو يكون عنده ان هو يكشف ويدي للمريض الدواء عن طريق غير معلوم المصدر. هو انت مش تاكيدا لكلام دلوقتي. تاكيدا لكلام حضرتك يا دكتور محمود، يمكن الحاجات دي منتشره بكثره في ما يسمى سنترز للتخسيس، مراكز التخسيس. نعم. والسمنه والنحافه. تمام مراكز التخسيس. احنا برضو عايزين ان احنا ما نعممش القاعده، احنا برضو بنقول ان في وجود بعض الادويه الغير معلومه المصدر وبعض الادويه اللي تكاد ان هي تكون غير مرخصه من وزاره الصحه، بيتم عشان برضو ما نعممش الامور، ممكن يكون ان هي تكون يتم تداولها في العيادات الطبيه بصوره لها اكتر من طريقه بصوره خاطئه. طيب احنا برضه بنقول دكتور محمود في حالات خاصه. اتفضل دكتور. خلينا ننتقل لنقطه ثانيه. طب احنا عارفين ان الكارثه دي موجوده وبنبذل، والمفروض احنا بنساعد بعضنا عشان نتخلص من الكارثه دي. طب تمام. بحكم ان الدور الرقابي لوزارة الصحة ولنقابة الصيادلة في الكلام ده، انا عرفت نعم. ان في مكان دكتور بيبيع حاجات مثلا ادوية غير معلومة المصدر في مكانه، انا المفروض ببلغ مين ولا بعمل كمواطن. ايه؟ كمواطن. هقول لحضرتك بالنسبة للدواء نقابة الصيادلة هي حلقة الوصل ما بين المواطن وما بين الجهات الرقابيه والجهات المسؤوله في الدوله، نقابه الصيادله. ونقابه الصيادله بتفتح بابها كهدف من اهدافها القوميه والاجتماعيه في المجتمع، بتفتح بابها لكل المواطنين لو في اي استفسار عن اي حاجه تخص الدواء، احنا في اتم استعداد لاي استفسار على مدار 24 ساعه كاعضاء مجلس نقابات وكنقابه، لاي استفسار عن اي حاجه، لاي شكوى المواطن بيتم، احنا بيجي لنا كنقابه الصيادله المنوفيه بيجي لنا شكاوى، بتتحط موضع التحقيق عندنا في النقابه الحاجات الخاصه بالادويه. يعني ما تتركنش الحاجات دي يا دكتور، بيتاخد فيها خطوه فعلا؟ طبعا بيتاخد فيها خطوه، احنا همزه وصل ما بين المواطن وما بين الجهات الرقابيه المسؤوله عن صناعه القرار والرقابه في الدواء، لان نقابه الصيادله هي المنوطه بالدواء المصري. تمام. فهي همزه الوصل، احنا مؤسسه تجمع ما بين دور مهني لاعضائها ودور قومي ووطني لجموع مواطني مصر. ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ شعب مصر يا رب. فاحنا على اتم استعداد لتلقي اي شكوى او اي استفسار باي نوع دواء او بالادويه عموما، جميع النقابات الفرعيه على مستوى المحافظات والنقابه العامه في صيدله مصر. نشكرك في كل محافظه نقابه صيدله. نشكرك دكتور محمود، وربنا يعينكم ويقدركم عشان تخلصونا من البلاء ده. نشكرك دكتورنا العزيز. نخرج فاصل عزيز.